يمكن احنا ضيوفنا اللي كانوا بيشرفونا في البيت الكبير هنا كنا دايما نتكلم عن اصعب مباراه منتخبنا هيواجهها، كانت هي سلوفينيا اللي قدامنا. الحمد لله تنتهي هذه المهمه بتعادل 25 ل 25، منتخبنا يعود مره اخرى من بعيد وتقدم في الدقيقه الاخيره من المباراه، ولكن برضه منتخب سلوفينيا قدر انه يحقق التعادل في اخر الثانيه. ليه؟ اكيد كان نفسنا منتخبنا يعني يفوز او يعادل، لكن تعادل مرضي جدا الحمد لله في ظل مستوى برضو فريق سلوفينيا القوي اللي احنا النهارده واجهناه يعني بكل شراسه الحقيقه. النهارده في البيت الكبير هيكون معانا في الفقره الاولى الاستاذ محمود صبري، الناقد الرياضي طبعا المعروف ومدير تحرير الاهرام، علشان نتكلم في هذا الموضوع وطبعا عن نادينا العالمي اللي بنفخر بيه ايضا وبيمثل اسم مصر الشهر الجاي باذن الله في مونديال كاس العالم للانديه. والفقرة الثانية الحقيقة هنتكلم فيها مع واحد من أصحاب المهام الصعبة في الرياضة المصرية، هنتكلم النهاردة مع الأستاذ ممدوح الششتاوي. والأستاذ ممدوح هو المدير التنفيذي للجنة الأولمبية ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة لكأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، وأفتكر أنه هيكون حديث مهم جدا عن مونديال اليد، البطولة اللي نجحت مصر في تنظيمها وخروجها بالصورة المشرفة في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة اللي بتمر على العالم كله. ألف ألف مبروك لمنتخبنا. أنا مبسوطة جدا. طبعا أستاذ كمان ممدوح الششتاوي من الشخصيات المميزة، الشخصيات المحترمة، إن شاء الله هيكون لقاء ممتع. لكن خلينا نتكلم في البداية عن منتخبنا، منتخب مصر كرة اليد اللي كان عنده مباراة مهمة جدا جدا النهاردة أمام سلوفينيا. زي ما سهام قالت والخبراء قالوا أن سلوفينيا من أقوى الفرق على مستوى البطولة. إحنا عارفين كمان أن يمكن بعد الفوز في الدور الرئيسي بمباراة الاتحاد الروسي وبعدها بيلاروسيا، المنتخب المصري النهاردة كان بيواجه قسم عنيد جدا جدا، وظهر دوت من خلال الشوط الاولاني يمكن تراجع شويه في النتيجه، وكان يمكن الفارق كان وصل لاربع وخمس اهداف، لكن مع بدايه الشوط الثاني شفنا حاجه ثانيه خالص بصراحه. قدر طبعا فريقنا بيقلب الطاوله على فريق سلوفينيا، وعاد من بعيد جدا وعمل رومونتادا اكثر من رائعه. صحيح. وكمان اقترب من تحقيق الفوز في اللحظات الاخيره، لكن طبعا منتخب سلوفينيا قدر في الثواني الاخيره انه يتعادل. اكيد كنا عايزين منتخبنا يفوز، لكن خلينا نتكلم بكل امانه، النهارده كمان التعادل يعتبر مكسب كبير جدا جدا. بالتعادل دوت ضمن منتخبنا الوصول لدور الثمانية. احنا عارفين ان طبعا منتخب مصر يعني ان شاء الله في ظل اعتقد في مباراة دلوقتي بتتلعب ما بين منتخب السويد ومنتخب روسيا، اي نتيجة احنا في دور الثمانية. لو ان شاء الله المنتخب الروسي قدر يفوز على السويد تتصدر مصر المجموعة. وكمان من يعني خلينا نتكلم كمان على الايجابيات الكبيرة اللي ظهرت النهاردة عندنا، الاصرار والروح والعزيمة اللي ظهروا الشوط الثاني. انت بتلعب فريق عنيد جدا جدا، سلوفينيا قدمت مستويات رائعة مش بس النهاردة، كمان من خلال المباريات اللي فاتت. النهاردة المنتخب المصري بيقدم صورة رائعة، عودة قوية جدا جدا في الشوط الثاني، مكاسب كتيرة جدا من خلال هذه المباراة. زي ما بقول لحضراتكم احنا كده كده ضمننا الصعود لدور الثمانية. دلوقتي بيتلعب مباراة روسيا والسويد، السويد تفوز يبقى السويد في المركز الأول ومصر في المركز الثاني. أي نتيجة غير كده إن شاء الله، لو المنتخب الروسي كسب المنتخب السويدي أعتقد يا سامي إحنا خلاص بقينا في المركز الأول، ودوت كمان نتمنى إن إحنا نكون في المركز الأول عشان نقابل تاني المجموعة التانية. لكن خلينا نتكلم بكل أمانة بالروح والإصرار اللي إحنا شفناهم النهاردة، البطولة صعبة جدا. صح. الفرق عنيدة. يعني الفرق على مستويات عالية جدا. وخلينا أكلمك كمان النهاردة رجل المباراة، رجل المباراة بيخرج من داخل صفوف منتخبنا يحيى خالد، اللعيب المميز جدا. ولسه كنت بتكلم مع ضيوفنا، يحيى خالد طبعا اللاعب المحترف في احد الانديه في المجر، والمجر من مستويات كره القدم اليد العالميه، بتبعت له رساله، ورساله كمان بعد المباراه على طول بتبارك لخالد يحيى وبتقول له بالتوفيق وأديت مباراه رائعه. صحيح. وزي ما بقول لك والصوره دوت طبعا صوره اتبعتت طبعا على طول على اعتقد انستجرام النادي المجري بيهني لاعبه، لاعب منتخب مصر يحيى خالد بالمستوى الرائع اللي قدمه النهارده بفوز منتخب مصر. فعايز اقول لك النهارده مكاسب كتيره جدا، وكلنا كنا سعداء، ويعني كمان
على مستوى الروح وعلى مستوى الاداء وعلى مستوى العوده. اعتقد النهارده كان مكسب كبير جدا في انتظار بقى نتيجه السويد وروسيا ان شاء الله.